أهلا بكم كل الناس اللي بتابعنا من داخل الاتحاد والحريصة إنها تكون متواجدة معنا من هذه الأمسية الجميلة الفنية اللي مليانة طرب من داخل الاتحاد. ونحن سعيدين إنه بما إنه نحن في الدار وفي الاتحاد نلتقي بمدير الدار وأبو الكل هنا الموجود ومسؤول من الدار وشقوف جدا على أعمال الدار أستاذ ربيع. أهلا وسهلا بك وأمسية سعيدة عليك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكر كل الشكر لقناة الشروق التي تزين اتحاد فن الغناء الشعبي. مرحب بكم وحبابكم معنا في دارنا. أهلا بك أستاذ ربيع. عايزين نتعرف على المناشط اللي بتقوم في الدار، هل هي أسبوعية كل سبت ولا عندكم مناشط كثيرة تاني غنائية؟ والله عندنا مناشط تاني غير المناشط الغنائية، عندنا المناشط الرياضية، عندنا مناشط كثيره، يعني ما متعلقين بالغناء فقط، لكن عندنا مناشط ثانيه تربويه وعندنا ثقافيه وعندنا اجتماعيه وكل المناشط. يعني انا مسؤول منها ومشرف عليها، بتوكلني الاداره واللجنه التنفيذيه، بقوم بالاشراف على الدار والتجهيز بتاع الدار من اناره وكله حتى تقوم يعني بالشكل المطلوب. نحن شايفين الشكل المطلوب هو شكل جميل جدا مرضي لكل الناس اللي بتتابع وبتجد دار وبتكون حريصة إنها تحضر الأمسيات والمنتديات المختلفة. شنو الجديد اللي حابين تجددوه في الدار؟ والله يا أخي عندنا كثير يعني بنحب نجدده، فأنا أول حاجة يعني بتمنى يعني من الجهات المسؤولة تقيف مع الاتحاد وتشوف المتطلبات بتاعته وتقوم بجانبنا، يعني حتى يعني الاتحاد يقوم بدوره على أكمل وجه ويكون يعني على يعني يكون واجهة مشرقة وكذا. إن شاء الله إن شاء الله نتمنى لكم ذلك إن شاء الله. وشاكرين لحضورك معنا الآن. رسالة أخيرة لمنو بتوجهها؟ والله يا أخي بوجهها للمسؤولين، لأنه الاتحاد زي ما أنت شايفة يعني ما في بنواجه صعوبات مالية، والاتحاد ده السقايم بجهد ذاتي، يعني ما في جهة دعمانا ولا وزارة الثقافة، يعني بتمنى انه يعني تلتف حولنا وتشوف المتطلبات بتاعنا. يعني ناسي المنتديات دي نحن بنقوم بها، يعني بنشتري الكراسي، بندفع الكهرباء وبندفع المويه، وما يعني ما 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 مادي المطلوب يعني، لكن بتمنى انه الجهات المسؤولة يعني تقيف معانا، وما عندنا اي جهة استثمارية ولا عندنا اي دخل ثاني غير الجهد الذاتي بتاعنا اللي انت شايفاه واللي قايمين به. شكرا. ده دور كبير ومجهود كبير منكم، لكن احنا نتمنى انه تحصل شراكات بينكم وبين جهات ثانيه عشان ما تقيموا الدار. شكرا لك. شكرا شكرا جزيلا. نتواصل مع كل الناس اللي بتتابعنا من هذه السهره المميزه من داخل دار اتحاد الغناء الشعبي بام درمان، ويتواصل الطرب الجميل. تابعونا الفنان محمد بهذه المشاركه.
متباعد عني ماله حبيبي أنا عاشق جماله Bye.
شكرا. أهل الكرم شبان الجعان في يوم العدم مين زينها
قل لي عشان افرح ويزول تهاد العين داير جميل انتين قل لي عشان افرح ويزول تهاد العين داير جميل انتين قل لي عشان افرح ويزول تهاد العين داير جميل انتين أغريهم إني سلام كل الزمان فرقنا والكون بقال ظلام يا حمام ملايكة أغريهم إني سلام كل الزمان فرقنا والكون بقال ظلام يا حمام ملايكة أغريهم إني سلام كل الزمان فرقنا والكون بقال ظلام يا
Oh,
سهر الليل اهلا وسهلا بكل الناس اللي بتتابعنا عبر شاشه الشروق الفضائيه ونحن نقضي ليله ساهره قضيناها من داخل دار اتحاد الغناء الشعبي بام درمان مع جميل الطرب الفنان الياس الذي امتعنا واطرب الجميع الحضور الموجود معانا الان من الدار وايضا كمان اللي بيشاهدنا واللي بيتابعنا عبر شاشه الشروق الفضائيه كنتم معانا وكانت اجمل امسياتنا شكرا جميلا شكرا كثيرا لهذا المحبه الكبيره ولهذا الفن الاصيل من داخل دار اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان وأغنية الختام مع الملك الياس تصبحون على ألف خير. جالي الأرباب أبو فاطمة